جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا عن الأضاحي يسأل المستمع عيسى علي الشمري من رفحة فيقول: كثيرا ما نسمع من بعض العوام أن الذي لا يذبح في الصباح الباكر في أول يوم من الأضحى أنها لا تجزي ولا يصل ثوابها إلى الميت، فهل هذا صحيح؟ وما حكم تأخيرها إلى الظهر أو إلى الليل مثلا؟ وهل هناك دليل على مشروعية التقديم كما يقال؟ جزاكم الله خيرا. هذا الكلام لا صحة له، والذبح ذبح الأضاحي موسع ولله الحمد 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، كلها أيام للذبح. ولكن إذا ذبحها بعد صلاة العيد مباشرة فهذا أفضل، لأنه مبادرة إلى الطاعة، ومن أجل أن يحصل الأكل منها في أول الأضاحي، فالمبادرة بذبحها بعد صلاة العيد أفضل، ويتمدد الذبح إلى آخر اليوم 13 من أيام التشريق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.